السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض حل كتاب المعاصر سنة أولى إعدادي الترم الأول 2024. خدنا مع بعض الوحدة الأولى بالتفصيل، وخدنا شرح جرامر الوحدة الأولى كمان، والنهاردة هناخد الوحدة الثانية ونبدأ بحل الأسئلة. صفحة 71 71 يونت 2، هنحل مع بعض يونت 2 بعنوان It's my favorite subject، إنه مادتي المفضلة أو إنها مادتي المفضلة. صفحة 71 نبدأ مع بعض. طبعا حل الأول وحل الأول وبعد كده راجع معايا الإجابات. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. From A B C أو D، من الأربع اختيارات. I never walk to school، أنا عمري ما بمشي إلى المدرسة. Because it is far away، لأنها بعيدة. The synonym، synonym هنا بمعنى مرادف، معنى of far away، معنى كلمة far away معنى كلمة بعيد، يبقى remote. Number two، you can make an adverb، ممكن نجيب الحال. From the adjective final، من الصفة final، by adding، احط ايه؟ ال y، يبقى finally، يبقى ايه؟ final. The antonym، هنا مضاد او عكس. Of the word before، عكس كلمة before is، تبقى after. وآد the prefix، بنحط المقطع A to get the opposite of usual، عشان أجيب عكس كلمة usual، تبقى unusual. usual عكسها unusual. The word usual and the word نقط have the same meaning، ليهم نفس المعنى، يبقى typical. usual بتساوي typical. ونحل مع بعض exercise on vocabulary، تدريب على الكلمات. صفحة 74 ونحل مع بعض exercise on vocabulary، تدريب على الكلمات. صفحة 74 طبعا احنا قلنا ان اليونت مقسم الى ثلاث اجزاء، الجزء الاول الدرس الاول والتاني، دول اللي احنا بنحلهم، ونحلوا تدريبات عامة على الدرس الاول والتاني، ثم الجزء التاني الدرس التالت والرابع، ثم الجزء التالت الدرس الخامس والسادس. نكمل مع بعض. key vocabulary، اسئلة على الكلمات المفتاحية. there are 10 English lessons، يوجد 10 حصص انجليزي. in the not a week، فين يا ترى؟ in the time table، في الجدول اسبوعيا. we know، احنا بنعرف. it is time for the next lesson، انه حان وقت الدرس التالي او التاني. when we hear، لما نسمع. the school bell، جرس المدرسة. ringing، وهو بيرن. you can know، تستطيع ان تعرف. everything، كل شيء. about countries، عن الدول. سيز، عن البحار. and rivers، وعن كمان الانهار. فين يا ترى بدرس الدول والبحار والانهار؟ هل في الماسز، في الرياضيات؟ لا، في الارت، الرسم. لا، ولا social studies، الدراسات الاجتماعية. it always takes a long time، يعني دايما بتاخد وقت طويل. because the نقط are busy، عشان ايه؟ مزدحم. اكيد roads، الطرق. lessons، الدروس. لا طبعا. subjects، المواد. لا. هوبيز، الهوايات. طبعا لا. يبقى بترجم واخد الكلمة اللي تلائم معنى ايه؟ الجملة. social studies، الدراسات الاجتماعية. and science، والعلوم. are social subjects، هي مواد دراسية. مواد ايه؟ دراسية. not is the subject، هو مادة. of how to learn numbers، بتعلم فيها الارقام. يبقى masses، هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن اتعلم فيها ايه؟ الأرقام. On a not weekend I visit my grandmother، في عطلتي النمطية اللي أنا بعمل فيها نفس الشيء مثلا كل أسبوع، بزور جدتي. يبقى أختار إيه؟ أكيد typical. physical ما ينفعش، بدني. musical موسيقي، national قومي، هي typical. add break، هنا break في الفصحى، هنا جاية noun، جاي اسم بمعنى فسحة، يبقى add break في الفسحة. I play games، أنا بلعب ألعاب. with my friends، مع أصدقائي. in the playground، في الملعب بالظبط. we have 7 نقط on the school day، عندنا 7 إيه؟ في اليوم المدرسي. أكيد 7 حصص، يبقى 7 lessons. in نقط class we learn about acting، بنتعلم عن التمثيل، يبقى الدراما على طول.
مش ماس الرياضيات او ارابيك اللغة العربية او ريليجن الدين، لا طبعا. نمبر 11، رقم 11، وات نقط دو زي سبيك ان كوريا، يبقى وات لانجويجز، ايه اللغات اللي بتتكلمها في دولة كوريا. نقط از ذا تايم ات سكول، هو وقت في المدرسة. وين يو دو نوت هاف ليسنز، انت ما عندكش حصص، بنسميه ايه البريك، الفسحة. انوات از ا لارج روم، هي حجرة كبيرة. وير بيبول، حيث الناس. كان ميت توجذر، الناس بيتقابلوا مع بعض، وعليها هول، الهول. منى ووز ليت، كانت منى متأخرة. شي هاد تو جو تو سكول، هي اضطرت تروح الى المدرسة. نقط ا تاكسي، نلاحظ حاجة ان هنا تاكسي جاية قبلها اداة، لو من غير اداة كنا قلنا باي تاكسي. طب ما دام في اداة مع الكار والتاكسي او الان، ان اكار ان تاكسي، يبقى انا عند وجود اداة قبل كار او تاكسي كوسائل نقل خاصة احط معاها ان، مفيش، كنا اخترنا باي. طب امتى احط ان؟ مع باقي وسائل المواصلات بس يكون فيها اداة، يعني مثلا ايه، اون ذا بس او اون ترين مثلا. وين اي نقط هوم، اي هاف ماي لانش، لما بصل لبيتي بتغدى، يبقى وين اي جيت هوم. ماي انكل، عمي. نقط ميت سكول يسترداي، عمي وصلني للمدرسه امبارح، اقول دروف، دروف ميت سكول يسترداي، يعني هو سائق العربيه بيا، يبقى مثلا باي كار، الوسيله تبقى باي كار عشان ما تيجي في القطعه دروف، اختار باي كار. ونحل اكسرسايزز، تدريبات on language على اللغة، صفحة 80 على الجرامر. طبعا هتلاقوا شرح الجرامر بالتفصيل على القناة، كمان في كورس تأسيس الجرامر هسيب لكم في صندوق الوصف، بيشرح كل جرامر والاعدادي بأسلوب سهل وبسيط. نمبر 1، which lesson، نقط after home economics on Sunday، يعني انه درس هيبقى او يكون بعد الاقتصاد المنزلي يوم الايه الحد، يبقى إيز، الحاجة الوحيدة اللي تنفع إيز، واللي لازم يجي لها فعل في المصدر هاز ما تنفعش، وداز برضو ما تنفعش. شي نقط هير بريكفاست ويز هير فاميلي، هقول هي عادة بتاكل مع ايه، مع عيلتها. طبعا شي يوجوالي هاز، دي الوحيدة اللي تنفع عشان يوجوالي او يوجلي نطقين صح، بيجوا قبل هاف او هاز، مش بيجوا بعد هاز او هاف. هنا جيت قبليها صح، هنا جت بعديها غلط، هنا جت بعديها غلط، هنا هاف اصلا ما تنفعش. يبقى الحاجه الوحيده اللي تنفع يوجوالي او يوجلي هاز، بياتي ظرف التكرار قبل هاف او هاز وليس بعدها في المضارع البسيط. نمبر 3، رقم ايه، رقم 3، وي نوت جو تو ذا بيتش ان وينتر، احنا عمرنا ما بنروحوش الشاطئ في الشتاء. It's too cold to swim، الجو ساقع جدا ما تقدرش تروح، يبقى never. Number 4، يارا never، يارا never. فيديو جيمز، يارا يعني دي شي، هي ما بتتفرجش على العاب الفيديو، يبقى watches. يا مستر الجملة منفية، بس never لو موجودة بيحتفظ الفعل بإضافاته، ويارا شي بحط مع الفعل اس او اس، فيحتفظ الفعل بإضافاته. زي نقط to the supermarket on weekends، هما نقط الى السوبر ماركت فين، في الاجازات. هنا زي يوجوالي جزء غلط طبعا عشان زي ما جيش معاه اضافات، وهنا برضو اضافات، يبقى جو نيفر ولا نيفر جو. طبعا هنا ظرف التكرار بياتي قبل الفعل الاصلي، يبقى نيفر جو، نيفر جو. اوكي، هاو نقط دو يو جيت اب ات 6:30 ام اولويز، كم مرة بتصحى فيها 6:30 صباحا؟ أقول له كم مرة، هاو اوفن، ما دام الإجابة فيها اولويز دايما. ماي فازر، يعني أبي. يوجوالي نقط، أكيد ريدز، موضوع سهل جدا. ليه مستر ريدز؟ عشان هي ماي فازر بتساوي هي، يجي الفعل معاها إيه؟ الإضافات. نمبر 8، هاو اوفن، نقط هي ايت، دي فعل في المصدر صح؟ يبقى احط دو او داس، مع هي احط داس. دو ما ينفعش غير مع اي وزي، از اول ما ينفعش يجي معاهم فعل في المصدر. هالة نقط جوز تو سكول ايرلي، شي نيفر كامز ليت، يبقى هي دايما بتروح المدرسة بدري، عمرها ما بتتأخر، يبقى عكس نيفر اولويز.
أشرف always travels on a train. أشرف دايما بيسافر بالقطر. This means ده معناه he ها not travels by plane. يبقى he never هو دايما بيسافر بالقطر، يبقى هو عمره ما بيسافر بالطيارة. بعكس حاله، هنا دايما بيسافر بالقطر يبقى عمره ما بيسافر بالطيارة، فعكس always never. هنا بيقول لي correct صح I play always، لا always play ظرف التكرار قبل play. How much do you play sport every week? Sometimes يبقى how often كم مرة تلعب بيها رياضة كل أسبوع؟ قال لي كم مرة أحيانا. ونكمل صفحة 81 81. Dina sometimes go swimming. لا goes عشان Dina دي she، ومع she بحط s أو es أو is، هنا آخر او حطينا es. We both كلانا get up بنستيقظ. عايز اقول في الساعة half past six ستة ونص، يبقى at بتيجي مع الأوقات مش in، at أوقات. Sarah and Mona always are، لا هنا ظرف التكرار قبل الأصلي وبعد verb to be، يبقى حط verb to be الأول وحط always، يبقى are always. They never walks walk الفعل بدون إضافات مع I و you they. How often do you get up get do بيجي وراها المصدر. We always go to school on Fridays، احنا بنروح مثلا أيام الجمعة، لا never عمرنا ما بنروح، أشيل always وأحط never. He always have breakfast has verb to have I will say have he or she it has، يبقى he has. No I ever no I never في النفي never no I never. ونحل مع بعض general exercises تدريبات عامة on lessons 1 and 2 على الدرس الأول والتاني صفحة 82-83 82 و 83. نبدأ ب 82. السؤال الأول complete the following dialogue، اكمل المحادثة الآتية. ناس كتير عندها مشكلة في المحادثة وهننزل شرحها بالتفصيل، تعال نحلوها كده ونفكر كده وتعرفوا طريقة الحل مؤقتا. مازن is talking to أحمد، مازن بيكلم أحمد about school عن المدرسة. مازن بيقول لأحمد هاي أحمد، أهلا يا أحمد، how are you كيف حالك؟ ممكن أقول له I am fine أو I am fine thanks، إلا إذا بقى لو كان تعبان والمحادثة بتوضح كده I am fine أنا بخير. سؤال إجابته my favorite day of the week is Monday، يوم المفضل في الأسبوع هو يوم الاثنين. يبقى السؤال إيه يومك المفضل؟ يبقى حط what، هنا مفرد أحط is، my تحول إلى your، يبقى what is your favorite day of the week، ايه يومك المفضل؟ قال له الاثنين. قال له سأل، قال له because لان I have art and PE، عندي رسم والعاب او تربية بدنية، يبقى why لماذا، ليه because لان. what's your favorite subject ايه مادتك المفضلة؟ قال له اجابة، قال له where do you have science، يبقى science على طول. Oh my favorite subject is science، مادتي المفضلة علوم. قال له where do you have science at school، بتاخد فين العلوم في المدرسة؟ أكيد في المعمل، يبقى in the lab أو in the laboratory، laboratory في المعمل. السؤال الثاني read the following، اقرأ الآتي then answer the questions، وأجيب عن الأسئلة. قطع عليها مجموعة من الأسئلة، يا إما أقرأ القطعة وأترجمها وأحل الأسئلة، يا إما لو الموضوع صعب معايا أروح الأول على الأسئلة وأحاول أترجمها وأعرف معناها وبعد كده أرجع للقطع وأقراها، فالموضوع هيبقى سهل إن شاء الله. فعايز تقرأ القطع الأول ثم الأسئلة ماشي، عايز تقرأ الأسئلة الأول تترجمها كترجع للقطع مفيش أي مشكلة. هنقرأ مع بعض القطع الأول. عثمانو lives in Rwanda، عثمان بيعيش فين؟ في دولة رواندا. This is a typical day for him، في يوم نمطي ليه. بيعمل ايه يا ترى؟ on school days في ايام المدرسه. عثمانو always gets up، عثمانو دايما بيصحى at half past six ستة ونص. he usually has breakfast with his family، عاده بيفطر مع عائلته. his school is far away، مدرسته بعيده. so he هنا هي عايده عليه على عثمانو، ما دام حط لي تحتها خط وخلى
الحروف بتاعتها بولد يعني سميكة، هيسألني عايدة على ايه هي، فأقول له عثمانه، فيكون مركز. So he takes the school bus، ولذلك هو بياخد أتوبيس المدرسة at 5 to 7، بياخد أتوبيس المدرسة at 5 to 7. أتوبيس الساعة كام؟ 7 إلا 5، 7 إلا 5. He arrives at school at quarter past 7، بيصل المدرسة الساعة كام؟ 7 وربع. The school bell rings، يعني جرس المدرسة بيرن. At 8 o'clock، الساعة 8، and the pupils go to the school hall، والطلاب بيروحوا ايه؟ للهول المدرسة، اوكي؟ او فناء المدرسة. عثمان has 4 lessons before the break، عثمان عنده 4 حصص قبل الفسحة. At break، في الفسحة، he talks to his friends، بيتحدث مع أصدقائه. And plays in the playground، وبيلعب في الملعب. He has more lessons after break، عنده كثير من الدروس بعد الفسحة. He has lunch at 12:30، بيتغدى الساعة كام؟ 12:30. The school day finishes، اليوم المدرسة بيخلص at 3، الساعة 3. He arrives home at 3:30، بيوصل المدرسة الساعة كام؟ بيوصل البيت الساعة كام؟ 3:30، بيوصل البيت الساعة كام؟ 3:30. أسئلة القطعة، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. النوع الأول من الأسئلة هو اختياري على القطعة. The underlying pronoun he، الضمير اللي تحته خط he refers to، يشير إلى إيه؟ أكيد عثمانه. عثمانه always gets up، عثمانه دايما بيصحى إيه؟ بيصحى إيه؟ early، مبكرا أكيد عشان يلحق يروح المدرسة. The underlying word break has the same meaning as، هنا break بمعنى فسحة يبقى بتساوي rest، راحة، ليها معنى تاني بمعنى يكسر، لكن هي في القطعة بمعنى الفسحة. Answer the following questions، أجيب عن الأسئلة الآتية. دي أسئلة قطعة بس أسئلة أجيب مختلفة شوية عن أسئلة اختياري. Give a suitable title for the passage، إدي عنوان مناسب للقطعة. لو بصينا هو بيتكلم عن إيه؟ عن عثمانوس بكالدي، عثمانوس، أجيب عنوان يكون شامل لأفكار القطعة. Do you think، هل تعتقد عثمانوس feel tired، إن عثمان بيشعر بالتعب after his school day، بعد اليوم؟ I think so. لو قال لي why لي، أقول مثلا because the day is too long، لأن اليوم طويل جدا، اليوم المدرسي طويل جدا، لكن هو ما قاليش why، فاكتب I think so خلاص. Why does عثمانو take the bus to school؟ ليه عثماني بيركب الأتوبيس المدرسة؟ أكيد عشان مدرسته بعيدة، يبقى because his school، لأن مدرسته is far away، far away يعني بعيدة، مدرسته بعيدة فلازم يركب مواصلة. ونحل مع بعض صفحة 83، 83. I sometimes، أحيانا، go to the library، بروح المكتبة، في الفسحة، بقولها إزاي يا ترى؟ بقول at break. What's the نقط between your school and my school؟ يعني إيه المفروض الاختلاف بين مدرستك ومدرستي؟ يبقى what's the difference؟ عايز النون، إيه الاختلاف؟ different مختلف ودي صفة، طبعا عايز اسم. What نقط does school start؟ قال له at 8 a.m. إمتى المدرسة بتبدأ؟ يبقى what time؟ what time بمعنى ما الوقت. Arabic is the mean، Arabic ايه؟ هو العربي ايه؟ هل هو of Arab countries، للدول العربية، مادة للدول العربية، ولا رياضة، ولا لغة؟ أكيد لغة، language، ولا هو بهواية؟ لا language، language هنا لغة، يبقى اللغة الأساسية للدول العربية. The subject for learning about cooking، المادة اللي أنا بدرس فيها الطبخ، and skills for the home، ومهارات البيت، is called home economics، اسمها مادة الاقتصاد المنزلي. نقط is the subject، هو مادة for learning about، التعلم عن what people believe in، الناس بتؤمن بتعتقد، إيمان الناس لو religion الدين. قبلين نقط fast، قبلين يعني الطائرة، نقط fast that's why I like flying، ولهذا السبب أنا بحب الطيران. طبعا الطيارة سريعة ولا بطيئة؟ سريعة، يبقى هستبعد never ونيفر، يبقى always is ولا is always. نفتكر هي الطيارة هنا always ظرف التكرار، يأتي قبل الفعل الأصلي وبعد الفعل المساعد أو بعد verb to be، يبقى is always. never ما تنفعش، المعنى مش مناسب إن الطيارة تبقى بطيئة، ماشي؟ يبقى is always، ما ينفعش always is، يبقى ظرف التكرار هي بعد verb to be،
بعد فيرب تو بي. نقط do you get up early on holidays? Never. Never دي من الكلمات اللي السؤال بتاعها how often، كم مرة، أقول له always usually never. كم مرة بنصحى بيها بدري في الأجازات؟ قال له never، ولا مرة. do you often بيجي وراها المصدر يبقى visit المضارع البسيط، هتلاقوه موجود على القناة شرحه بالتفصيل. yesterday was an odd day was a typical day. امبارح كان يوم نمطي ليا. It was the same as every day. نفس اليوم، كل يوم بعمل نفس الشيء. السؤال الرابع. Read and correct، اقرأ وصحح. مستر عادل is never helpful so we like him. هو عمره ما كان بيساعدنا، لا هي always، دايما بيساعدنا عشان كده احنا بنحبوه. What time does you؟ لا do you طبعا. نراجع المضارع البسيط. انجي اند امل ده جمع، has to have عشان he has، يعني انجي بس كنا حطينا هاز، امل بس حطينا هاز، لكن ما دام جامع انجي وامل او زي هاف. هي داز يوجوالي، لا هي يوجوالي داز. السؤال الخامس. باراجراف على يور فيفورت سبجكت، عايز موضوع من 80 كلمه على مادتك المفضله. طبعا هنكتب العنوان في نص السطر مع تحويل الضمائر، يور تحول الى ماي. هسيب مسافه في اول سطر وابدا اكتب جمل عن مادتي المفضلة زي الانجليش زي العربي، واقول ليه. وان شاء الله هنزل فيديو شرح الباراجرافز على الوايت بورد، ازاي نحله، ازاي نكون الجمل. الموضوع هيبقى سهل جدا. نزلنا بالفعل شرح الجرامر على الوايت بورد، وان شاء الله هنزل شرح الباراجراف. وبكده يبقى حلينا الدرس الاول والثاني من يونت 2 بعنوان اتس ماي فيفورت سبجكت، انه مادتي المفضله، ونكمل مع بعض ليسونز 3 4 الدرس الثالث والرابع. بيج صفحه 86 86. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. Climbing mountains. تسلق الجبال. Is a dangerous sport. هي رياضة خطيرة. The word dangerous means. كلمة dangerous خطير. معناها إيه يا ترى؟ معناها unsafe يعني غير آمن. هو عايز الميننج المعنى. The antonym يعني مضاد أو عكس. Of the word outside. عكس outside إيه؟ Is inside. في الخارج، outside في الداخل، inside يبقى outside عكسها ايه؟ inside. The prefix نقط forms the opposite of the word kind. مقطع بيجيب لي عكس كلمة kind، بقول ايه يا ترى؟ بقول unkind. يبقى kind عكسها unkind، ما حطش اي مقطع، المقطع اللي بيناسب الكلمة. We add the suffix نقط، بنحط suffix ايه؟ هو المقطع اللي في اخر الكلمة. To form the adjective عشان اجيب الصفة. From the word danger من كلمة danger تبقى dangerous. الخطر تبقى خطير. danger تبقى ايه؟ dangerous. Kind people الطيبين. Help animals بيساعدوا الحيوانات. The word kind كلمة kind has the same meaning ليها نفس معنى friendly بمعنى ودود او طيب. هنا بيسألني في معاني الكلمات او في عكس الكلمات، لازم اعرف يعني ايه سينيمم مرادف، يعني ايه انتونم يعني عكس، يعني ايه مينينج معنى، عشان اقدر اشوفه عايز في الجمله المعنى ولا المضاد. ونحله مع بعض 89 89. We should not our school rules to learn and enjoy. ينبغي ان نتبع قواعد المدرسه لكي نتعلم ونتمتع. يبقى we should follow لازم نتبع. Reading stories قراءة القصص. Is an interesting ايه؟ هي ايه؟ To learn new vocabulary عشان اتعلم كلمات جديدة. اكيد way طريقة جديدة. كل ما اقرأ قصص كل ما يكون افضل، بكتسب طرق جديدة. اترجم الكلمات والانسب طبعا بختارها، بختارش عشوائي. Some children بعض الاطفال in Egypt في مصر not to school. هل ريسايكل؟ ريسايكل يعود تصنيع؟ لا طبعا. سايكل بالظبط بيركبوا دراجة للمدرسة. سوم يعني يعوم؟ لا. جس يعني يخمن؟ لا يبقى سايكل. يو كان موف اوفر سنو اند ايس ممكن تتحرك بسهولة على التلج. ازلي بسهولة باي سنو موبايل. العرب دي بتساعدك ومخصصة للتحرك على التلج. بينز الأقلام، نوت بوكس الكراسات، اند بوكس والكتب. ار سكول ها سكول ايه؟ سكول اوبجكت اشياء مدرسيه. هنا يونيفورم زي موحد؟ لا طبعا. رولز قواعد؟ لا. سبجكت مواد؟ هي اشياء مدرسيه بيحتاجها الطلاب. ماي سكول نوت از وايت شيرت اند بلو بانس. يبقى الزي الموحد بتاعي قميص ابيض وبنطلون ازرق. يبقى ماي سكول يونيفورم. ماي سكول يونيفورم. وي نيفر نوت ان كايند ثينجز عمرنا ما بنقول اشياء سيئه
أو غير طيبة to other students. يبقى say. say يعني يقول. say بمعنى يقول. sometimes أحيانا. when it is not a lot, the water is dangerous. المية خطيرة. and we can't arrive at school on time. مش بنقدر نصل للمدرسة في الوقت المحدد. يبقى rains. when it rains. لما تشتي كثيرا المية بتبقى طبعا خطيرة. the نقط from Cairo to أسوان takes about 10 hours. نقط من القاهرة لأسوان بتاخد قد إيه؟ بتاخد حوالي 10 ساعات. يبقى إيه؟ الرحلة. الرحلة يبقى جيرني، رحلة طويلة. الرحلة من القاهرة لأسوان 10 ساعات. باصز الأتوبيسات، كارز السيارات، ترينز القطارات، أند موتور بايكس والدراجات البخارية آر فورم أوف وسائل إيه؟ ترانسبورت، وسائل مواصلات. يو كان نو ألوت، تستطيع أن تعرف الكثير. about different نقط عن ايه مختلف of countries للدول using the internet باستخدام النت يبقى cultures ممكن اعرف الكثير من الثقافات culture ثقافة و cultures ثقافات مختلفة عن طريق الانترنت اللي سهل حاجات كتير ونحل صفحة 90 صفحة 90 and what is a small narrow boat يعني قارب ضيق صغير for one or two people لشخص او اتنين القارب ده ضيق لشخص او اتنين شيب سفينة ما تنفعش فيري معدية ما تنفعش كانو بالظبط قارب يوت او يات يخت ما تنفعش ده قارب صغير and what is a vehicle هي مركبة that you can drive on snow ممكن تسوق على التلج يبقى سنو موبايل the children الاطفال travel to school بيسافروا إلى المدرسة not a snowmobile يبقى on a snowmobile هنا في أداة يبقى يجي مع snowmobile on مع car وتاكسي in مع snowmobile وباقي المواصلات on يبقى on a snowmobile how long does it not does it take قد إيه المدة اللي بتاخدها to finish your work عشان تخلص شغلك by cycling بركوب الدراجة to school إلى المدرسة. Students can always arrive. الأطفال بيوصلوا في الوقت المحدد. يبقى on time في الوقت المحدد. On time. ونحل صفحة 93. 93. My mother wants to buy meat. أمي عايزة تشتري لحمة. So she went to the. بشتري اللحمة منين؟ من محل الجزارة. من محل إيه؟ الجزارة. يبقى أختار إيه؟ Butchers. طب ليه مش بوتشر؟ بوتشر يعني جزار، أنا عايز المحل بحط للشخص أبوستروفي إس عشان أحوله المكان، هنا بوتشرز جزارين، ما ده مفرد وده جمع جزار جزارين ما تنفعوش، وبوتشرز الأبوستروفي بره ما تنفعش، هي بوتشرز بمعنى الجزارة طبقا للقاعدة اللي موجودة. What is your not favorite subject? She likes science. يبقى إيه لون أختك المفضلة؟ أو إيه مادة أختك المفضلة؟ هي بتحب العلوم، يبقى What's your إيه؟ Sisters. السلمكية The نقط are جودي and علا عايز أقول أسماء البنات يعني كلمة البنات كانت جامعة أصلا كانت جيرلز أصلا جامعة كانت جامعة فهنا ما دام آخرها اس بحط لها أبوستروفي يبقى جيرلز نيمز أسماء البنات دي ما تنفعش عشان ما فيهاش أبوستروفي خالص ودي كذلك ما تنفعش يبقى الاختلاف من دي ومن دي أنا بقول أسماء البنت هنا اسماء البنت ولا اسماء البنات اسماء البنات فما دام اتنين تبقى جيرلز نيمز يبقى الكلمه اصلا انتهت باس وبحط لها ابوستروفي اس الملكيه This is the نقط back She likes it very much هي بتحبها كتير هي ما دام بتحبها كتير هي مفرد ولا جمع مفرد يبقى This is the girl's back يبقى ده مفرد او كلمه بدون اس لما احط ملكيه بحط لها ابوستروفي اس يبقى شكلها كده لو كانت جامع اصلا بكلم عن بنات كانت هتبقى اخرها اس فحط لها ابوستروفي بس فخلي بالي من القاعده دي These are my نقط jackets They go to the same school يبقى دي جواكت ايه اخي ولا اخواتي اخواتي اخي ولا اخواتي اخواتي هم بيروحوا لنفس المدرسه يبقى الكلمه اصلا اخواتي جامع يبقى brothers اخرها اس وحطيت لها ابوستروفي This dress هذا الفستان بيخص مين نهى يبقى belongs to دي قاعده belongs to بيجي وراها اسم او ضمير مفعول يخص They are not the نقط نوت بوكس They are not هي مش ايه مش كراسات الاطفال يبقى children يا مستر ما اطفال جمع ما هي جمع بس مش اخرها اس
ما هي children أصلا بتبقى كده، أطفال بتبقى كده. فالكلمة لو جمع بس مش آخرها اس، فعايز أقول كراسات الأطفال تبقى children عادي. يبقى القصة بتقول إن الكلمة الأساسية فيها اس ولا من غير؟ فيها اس، بحط الاس ثم أبوستروفي. طب ما فيهاش، بحط أبوستروفي اس، شبه كده حتى لو كانت جمع بس بدون اس. Did you find؟ يعني هل وجدت؟ Did you find؟ يعني هل إيه؟ وجدت. ذا نقط كي، مفتاح الباب، دور. يا مستر ايه ده؟ فين الملكيه؟ هنا الجماد ما فيهاش ملكيه، ما وحطش ابوستروفي اس، او مفتاح الباب بدون وضع الاس خالص. هوز باك از ذس، ملك من هذه الشنطه؟ هيبقى اتس دينس بالظبط. هي بوت انيو، هو اشترى. هو اشترى ايه؟ شاشه كمبيوتر. يبقى دي جماد، يبقى كمبيوتر سكرين. كمبيوتر ايه؟ سكرين، ما فيهاش اس خالص، كمبيوتر سكرين. ونحل مع بعض صفحه 94 94. This نقطة tail is black، يبقى عايز دي للقطة. القطة دي ايه؟ حيوان، فتنطبق عليها قاعدة الابوستروفي اس، يبقى this cat's tail، دي للقطة، دي للقطة. We will meet at 6 in the car park، عشان دول جماد، لا حيوان ولا انسان. I need to go to the نقطة to buy some bread، انا عايز اروح للمخبز عشان اشتري خبز. يبقى القاعدة تقول لي بيكرز، بيكرز يعني مخبز. السؤال التاني correct. This is my grandparents، هنا حطيت لي اس ابوستروفي اس، لا طبعا ما تنفعش، هاوس المفروض اس واحده. يبقى عايز اقول ايه؟ دي بيت جدي، او بيت جدي وجدتي، يبقى اشيل ايه؟ اس ماي، احط جراند بيرنس على طول، جراند بيرنس، ادي جراند بيرنت. طب هي كان اصلها ايه؟ اصلها اس، يبقى حط ابص فيه، يبقى ماي جراند بيرنس هاوس، ماي جراند بيرنس ايه؟ هاوس. نمبر 2، ماي سيستر جوز تو ا جيرلز سكول، اختي بتروح لمدرسه البنات مش مدرسه البنت، يبقى جيرلز كان اصلها جيرلز وحطينا الابوستروفي. طبعا جراند بيرنس وارد تبقى اس ابوستروفي او وارد تبقى ابوستروفي اس، يعني اعكسهم لو بتكلم عن جد واحد او لو بتكلم عن الاثنين تبقى شكلها كده. When shoes are these؟ They are Alice، يبقى whose، ملك من هذا الحذاء؟ ملك مين؟ علي. داليا اند عزز، رولر مسطرة داليا وعزة. طبعا هنا الابوستروفي اس بتيجي في الاسم الثاني مش الاسم الاول، يبقى داليا اند عزز. This is Alice's phone، ده تليفون علي، اتكتب كده. وهنزل فيديو هوز بالتفصيل ان شاء الله الفيديو اللي جاي. I fixed the car's engine، انا صلحت ايه؟ محرك العربية. طب يا مستر مش دي جماد؟ يبقى كار بدون اضافات، اشيل الاضافات. و buy medicine، نشتري الدواء من الصيدلية، تبقى chemists، احط لها ابوستروفي اس، تحول لمكان. This is هالة's website، لا هالة's كده بدون اضافات، فبحط لها ابوستروفي اس عشان احولها للملكيه. Whose pen is that؟ It's Alice، اكتب بوس كده ملك من، لكن هنا whose دي من يكون، ما تنفعش. These are my brother، لا brothers sunglasses، نظارة اخي، brothers sunglasses. General exercises، تدريبات عامة، on lessons 3 and 4، على الدرس الثالث والرابع، page 95، صفحة 95. السؤال الأول listen، بسمع نص الاستماع وبعد كده بحل على طول. هنا بيقول لي my school is far from my house، بعيد عن بيتي. I cycle to school every morning، أنا بركب دراجة للمدرسة كل يوم. I arrive at school on time، بوصل المدرسة في الوقت المحدد. It's healthy to go to school by bike، إنه صحي أن تذهب إلى المدرسة بالدراجة. السؤال الثاني محادثة. سمر اند ايا ار توكينج اباوت هاو ذي جو تو سكول، بيتكلموا عن ازاي بيروحوا للمدرسه. سمر بتقول ايه؟ هاو دو يو جو تو سكول، ازاي بتروحي للمدرسه؟ قالت لها اجابه اند يو وانت. نقرا كلها المحادثه وبعد كده ايه نبدا نحط الاجابات عشان نفهم فكره المحادثه. قالت لها اي يوجوالي جو تو سكول باي باس، وانا بركب او انا بروح للمدرسة بالأتوبيس. قالت لها سؤال، قالت لها because my school is far away، عشان مدرستي بعيدة. قالت لها سؤال، قالت لها it takes 50 minutes، بياخد 50 دقيقة. which is better، أيهما أفضل؟
جو تو سكول ان ذا كار، اروح بالسياره ولا ار اون ذا باص ولا بالاتوبيس؟ هتلاقي اجابه اتس فاستر ذان ذا باص، دي اسرع من الاتوبيس، يبقى اكيد اختيار السياره. ثم قالت ختمت الايه المحادثه، نرجع بقى نحله، يبقى هاو دو يو جو تو سكول، ممكن اقول اي ووك تو سكول، انا بروح للمدرسه مشي او بمشي للمدرسه. لا اند يو، وانت قالت لا بالاتوبيس، قالت لها واي، لماذا؟ يبقى لما اقرا المحادثه بفهم الفكره، بيكوز ماي سكول از فار اواي، لان مدرستي بعيده. سؤال اجابته بتاخد 50 دقيقه، يبقى قد ايه بتاخد؟ يبقى هاو لونج، كام المده داز ات تيك اللي بتاخدها تو جيت تو سكول، عشان نوصل للمدرسه 50 دقيقه. أيهما أفضل؟ To go to school in the car، نروح المدرسة بالعربية or the bus ولا بالأتوبيس؟ قالت لها in the car بالعربية أو by car، بس احنا هتلاقينا عشان قبل car في أداة زي بالعربية، دي أسرع من الأتوبيس. قالت لها you are right أو I agree with you، عندك حق. You're right. السؤال التالت choose. It's important، من المهم to follow، أن تتبع the school rules، قواعد المدرسة. Our school is not near، مدرستنا مش قريبة، يبقى it's إيه؟ far away، بعيدة، عكس near far away. The man يعني الرجل washed the نقط، غسل إيه؟ غسل سيارة الطبيب، يبقى doctor's car، doctor's إيه؟ car. ونحل صفحة 96. She used a نقط to clean the wet table، استخدمت ايه عشان تنظف ترابيزه المبتله؟ يبقى تاول، تاول هنا بمعنى فوطه، فوطه. To نقط means to ride a bicycle، يبقى سايكل بمعنى يركب دراجه، بتساوي ride a bicycle. A snowmobile is one of the forms of، شكل من اشكال ايه؟ اكيد وسائل النقل، يبقى transport. Mrs. Mona، الاستاذه منى، هي ام ساره، يبقى ساره's mother، اقولها ازاي كده بالظبط؟ ساره's mother. This is the نقط book، كتاب فارس، كتاب فارس. ده اسم شخص يا مستر؟ اه اسم شخص، طبعا لازم احط الابوستروفي هنا، ما تنفعش خالص مع الاشخاص اللي بتنتهي باس، يا اما احط ابوستروفي اس يا اما ابوستروفي بس بعد الاس، يبقى ايه غلط؟ بي و سي صح، بي و سي يمشوا، دي في حاله ايه؟ في حاله الاشخاص اللي بتنتهي بايه؟ بالاس. ذا كانوا هنا القارب، بياخد الاطفال من المدرسه والبيت كل يوم، يبقى تيكس. I hope you have a نقط journey، أتمنى ليك رحلة. إيه؟ رحلة أكيد سيف، أمينة، مش أقول له رحلة هوت حارة أو difficult صعبة أو dangerous خطيرة، لا طبعًا. هنا الـ correct. This is علي باك، لا علي باك، نفهم بقى القاعدة ونطبقوها. That is the school's، بلا school عشان دي جامعات بدون إضافات. This is my sister's shoes، her name يعني دي أختي حذائها، ما دام أختي واحدة وحذائها تبقى apostrophe S. sisters. This bike belongs، أكيد تو belong to. السؤال الأخير، اكتب باراجراف عن إزاي الأطفال بيروحوا المدرسة، زي ما قلنا هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله. وكده يبقى خدنا تدريبات على الدرس الثالث والرابع، وناخد مع بعض الجزء الأخير في يونت 2، تدريبات على lessons 5 and 6 على الدرس الخامس والسادس. صفحة 98، 98. We add the suffix نقط to form the adjective، بنحط السافكس المقطع اللي في الآخر عشان نكون الصفة من كلمة friend، friend تبقى friendly. The prefix نقط gives the opposite of friendly، إيه عكس friendly؟ هي unfriendly، يبقى أحفظ المقاطع. The antonym of the word come، عكس كلمة come يأتي leave يغادر. The synonym of the word correct، مرادف كلمة correct بتساوي right. I put on my school uniform at 7 a.m. أنا برتدي زي المدرسة الساعة 7. The word put on، put on بتساوي إيه؟ بتساوي wear، يرتدي. put on بتساوي إيه؟ wear. ونحل صفحة 102. I sent a note to my cousin on his birthday، أنا بعت إيه؟ لابن عمي في إيه؟ في عيد ميلاده. message، رسالة،
جريد درجة ما ينفعش، فيو منظر ليسون درس ما ينفعش. The high dam is very important، is a very important project، السد العالي مشروع مهم جدا أكيد. pupils التلاميذ in my school must، نقط on، must من الأفعال الناقصة بيجي لها الفعل في المصدر. طب الأربعة في المصدر يبقى on، بختار معاها بوت on، لازم يرتدوا السكول يونيفورم زي المدرسة. What not are you in؟ I am in preparatory one، يبقى أنت في سنة كام؟ What grade؟ أنا في سنة أولى إعدادي. ونحل صفحة 105، 105. Are you not at computer studies؟ Yes، I am not bad at it. يبقى are you good؟ هل أنت كويس في الحاسب الآلي؟ قال له أيوه أنا مش سيء. Can you نقط ميزة تايم؟ المصطلح بيقول إيه؟ Can you tell me the time؟ ممكن تقول لي الوقت أو ممكن تخبرني الوقت لو سمحت. My brother is not short، أخي إلى حد ما قصير. يبقى quite، ما تلخبطش بينهم. quite هنا بمعنى إلى حد ما، quite هنا بمعنى إلى حد ما. طبعا quite دي بمعنى هادئ، وquite يترك، فهي quite. We often not shopping at the weekend، إحنا غالبا بنذهب للتسوق، يبقى go shopping. breakfast الفطار، lunch الغداء، and dinner والعشاء، our meals بيكونوا وجبات أكيد. I asked my friend، أنا اتصلت بصديقي ولكنه لم يرد، يبقى he didn't reply، لم يرد. he is 14 years old، هو عنده 14 سنة. so he goes to، بيروح ليه؟ هل preparatory إعدادي؟ أه طبعا. primary ابتدائي؟ لأ. كيندر جيتن حضانة؟ لأ طبعا. سكندري ثانوي؟ لأ. يقابل تانية إعدادي أو أولى إعدادي، يبقى إعدادي. we all like دكتور أمير، إحنا كلنا بنحب دكتور أمير. because he is kind and friendly، طيب وودود. he works، هو بيشتغل. آه دي لسه. أو أن is a simple message، رسالة بسيطة. send through the internet، بتبعت عن طريق النت، يبقى email البريد. he works، هو بيشتغل. نقط computers، هو بيشتغل. he is a computer engineer، هو مهندس كمبيوتر، يبقى هو بيشتغل إيه؟ with computers، with إيه؟ computers. for بيشتغل لدى شخص، ما تنفعش. on على تنفيذ شيء، with مع شيء، يبقى with computers. I usually finish an email، أنا بنهي الإيميل. with best wishes، مع أطيب التمنيات. dear وهلو وهاي كلها بدايات للإيميل. I like music، أنا بحب الموسيقى. but I am not good، very، not very good at. كلمة good at جيد فيها، في good for يعني مفيد ليه، ودي طبعا ما تنفعش في الجملة، هي good at. ونحل صفحة 104، 104، ونحل مع بعض المحادثة. What is your favorite school subject؟ قالت لها إجابة، قالت لها سؤال. Because I like reading English short stories، بحب أقرأ القصص القصيرة الإنجليزية. يا ترى إيه المادة اللي بيقرأوا فيها قصص إنجليزية؟ يبقى أكيد إنجليزي، يبقى I like English، أو my favorite school subject is English. Why يعني لماذا؟ عشان بحب اقرا القصص القصيره الانجليزيه. تلاقي سؤال، تلاقي مستر سامي تيتشز اس، بيدرس لنا انجليزي سير. يبقى مين اللي بيدرس لكم الانجليزي هذه السنه؟ هو تيتشز اس، تحول يو، هو تيتشز يو انجليش ذيس يير مثلا. تلاقي مس امير، هاو اوفن، كم مره دو يو ستادي، كم مره بتاخديه؟ ممكن اقول ايه؟ 3 تايمز ا ويك، 3 مرات في الاسبوع. او 4 تايمز ا ويك، 4 مرات في الاسبوع. 3 تايمز ا ويك. هاف ا نايس داي، ثانك يو. واحد بيقول لي اتمنى لك يوم جميل او قضاء يوم جميل، اقول له ثانكس او ثانك يو، شكرا لك. ونحل جنرال اكسرسايز، تدريبات عامه، اون ليسنز 5 اند 6، على الدرس الخامس والسادس، صفحه 106. السؤال الاول ليسن، بيقول لي اميره از 12 ييرز اولد، شي از فروم هرجاتا. بالظبط، لو انا مذاكر كويس الكلمات بعرف اترجم، بعرف انطق صح، هلاقي الموضوع سهل جدا. اميره از ان بريباراتوري سكول، شي لايك ساينس اند ماثس. السؤال الثاني، نسمة and dream go to the school library، بيذهبوا إلى مكتبة المدرسة. when will we start doing our research، إمتى هنبدأ بحثنا؟ هتلاقي إجابة، هتلاقي during the break، يبقى during the break أثناء الفسحة.
لا اثناء الفسحه جريت عظيم. ثم سؤال اجابته ان ذا سكول لايبراري، يبقى وير، فين يا ترى؟ طب عايزين نكمل، ممكن اقول وير ويل وي دو اور ريسيرش، امتى هنعمل بحثنا او اين هنعمل بحثنا؟ قال له في المكتبه. قال له سؤال، قال له اوف كورس، بالطبع، اي ام ريدي، يبقى ار يو ريدي، هل انت مستعد؟ قال له ايوه انا مستعد. قال له is it easy، هل من السهل to find the books we need، ان انت تلاقي الكتب؟ yes it is، اه طبعا من السهل، الدنيا مترتبة وفي حد بيساعدنا. هو الهلب، قصدي مين هيساعدنا؟ امين المكتبة، اسمه ايه؟ the librarian، the librarian. السؤال الثالث تشوز where has the same meaning as، كلمة where بتساوي put on، يرتدي. The Egyptian نقط has three flags، has three colors، العلم المصري فيه ثلاث ألوان، and eagle wings، يبقى flag، flag يعني علم، أو Egyptian flag العلم المصري. ونحل صفحة 107، 107. I always، دايما، نقط my homework، بعمل واجبي before I have dinner، قبل ما أتعشى، يبقى do. We use a comma، بنستخدم الكوما، الكوما اللي هي دي. Two نقط between اتش اند انليست، عشان نفصل بين القوائم، يبقى سيبريت، يفصل بين، بين الاشياء في قائمه. ماي ماذر اوفن جو ات شوبينج، يبقى جو شوبينج، جو شوبينج، تذهب لتسوق، ات ذا ويك اند، في الاجازه. هي سنت مي ا مسج، هو بعت لي رساله. اند هي از ويتنج ماي، هو مستني ماي ريبلاي، ردي ناو الان. ان هوت ويذر، في الطقس الحار. وشود نقط اشاور، لازم ايه؟ لازم هاف ا شاور او تيك ا شاور، have a shower او take a shower، ناخد دش. what time do you not up، ها do you wake up، wake up يعني يستيقظ، و get up يستيقظ، طب ايه الفرق بينهم؟ طبعا walk يمشي ما تنفعش، wait ينتظر ما تنفعش، talk يتحدث او يتكلم ما تنفعش. هنا wake up يصحى بس يفتح عينه من غير ما يقوم من على السرير، لكن get up لا، ده بينهض من الفراش، بيقوم من على السرير خالص. number 9 we not play football every Friday. It's our weekly routine. ده روتيننا الأسبوعي، يبقى we always، حاجة بعملها دايما. The not is وليد، يبقى عايزه اسم الولد، وليد اسم الولد، الولد ده مفرد، يبقى the boy's name اسم الولد، حطينا boy apostrophe s عشان كان الاسم أصلا، الاسم أصلا مفرد. السؤال الرابع correct. No he ever does his homework، لا he never، لا هو مش بيعمل واجبه بعد الفطار. What subjects، ايه المواد؟ Do they study، اللي بيدرسوها. Where do you come from، مش where are، عشان do الفاعل والمصدر. He don't go، لا طبعا he doesn't go. الباراجراف a day in your life، يوم في حياتك، هنجمعوك ان شاء الله ونشرحوها بالتفصيل. وبكده يبقى خلصنا الوحدة التانية بالكامل، اول ست دروس في فيديو ان شاء الله، هنزل فيديو في امتحان الوحدة وامتحانات المحافظات اللي على الوحدة وأسئلة ستوبير في فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد. هتلاقوا في صندوق الوصف قائمة فيها فيديوهات سنة أولى إعدادي، وقائمة كمان فيها كورس تأسيس الجرامر هيفيدكم كتير. ونتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.